بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ صباح الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين. ده كده يوم الوقفة، زي ما انتم شايفين كده انا ابني كان شاري المسدس ده بتاع الخرز وشاري نضارة، مظبط بقى حاجاته كده عشان ايه العيد. كل سنة وانتم طيبين. نشوف كده هنعمل ايه النهاردة في روتيننا يوم الوقفة. اول حاجة طبعا انا صحيت من النوم كده زي الظهر، صليت الحمد لله وجبت الترمس بتاعي، كنت نقعاه حطيته يستوي زي ما انتم شايفينه كده، وبعد ما استوى كويس شطفته وحطيته في العلبة دي كده، وحطيت عليه مية وملح، ظبطت الملح بتاعه وحطيت اشيله في التلاجة بعد ما يبرد عشان لو قعد بره كده في الحر هيعمل ريم. كمان كان عندي شوية غسيل كده قلت اغسلهم، ده كده الغسيل اللي هو الغوامق او البلاك، حاطه له برسيل بلاك وشغال، والحوض المجفف بقى هاخد اللي فيه هنشره. طبعا فضلت ان انا اغسل يوم الوقفه بدل ما اغسل في العيد. كمان دخلت كده شغلت التلفزيون قناه السعوديه القران الكريم، كانت جايبه بس مباشر كده لوقفه عرفات او لجبل عرفات، والحجاج وهم بيأدوا مناسك الحج اللي منها طبعا الوقفه، فجميل جدا تشتري والتكبيره كده شغاله. دخلنا بقى نعمل كده الفطار. طبعا الفطار كان هيبقى معانا النهارده ان شاء الله فته، دي اللحمه بتاعتي انا قطعتها كده ونضفت كل الحاجات الدهون اللي فيها، زي ما انتم شايفين مش بنحبها فيها دهون خالص، وهبتدي بقى ايه اجهزها عشان نعمل صينيه فته كده محترمه للفطار. حطيتها كده في الميه بعد ما غلت، وطبعا اهم حاجه تشيل الريم من عليها عشان تديكي شوربه جميله وما يبقاش فيها اي زفاره. الخطه بتاعتي طبعا المعتاده، والخلطة دي زي ما انتوا عارفين ان هي بصلاية وطماطماية وملح وفلفل وحبهان وورق اللوري، بيبقى طعمهم جميل جدا وبيدوا طعم للشوربة رائع بجد، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. حطيتها طبعا كده على اللحم بتاعتي بعد ما شلت الريم منها خالص، وهنا كده هزود بقى، احط الحلة دي فيها كان مية بتغلي عشان لما احتاج ازودها ازود مية بتغلي. كمان ده العيش الناشف بتاعي، انا كنت منشفاه من قبلها بيوم، وطبعا محضره بتنجان مخلل كنت برده مخلله من قبلها بيوم عشان تبقى الحاجات دي جاهزه معايا وتنجز ايه في شغل اليوم. ده الرز بتاعي، دي كميه الرز طبعا حسب عدد افراد اسرتك وحسب رغبتك، كميه بقى اللي انت عايزاها بتعمليها من الرز. الرز طبعا مفيش اسهل منه، حطيت كده زي ما انتم شايفين شويه زيت ذره ومكعبين من الزبده عشان اعمل فيهم الرز، وده كده شكل الرز. انا هديت عليه النار بعد ما اتشرب وهنسيبه بقى يستوي كويس ونشوف هنعمل ايه تاني في يومنا. طبعا البلكونه اهي زي ما انتم شايفين، دي السجاده دي كانت اخر سجاده عندي غسلتها، وطبعا سيقت البلكونه كويس جدا بالفينيك وبالميه عشان تدي ريحه حلوه كده وتجيب هوا نظيف. اهو كده زي ما انتم شايفينها الارض معايا زي الفل، ومعايا كده اخر حاجه بقى كانت الغوامق زي ما قلت لكم، البنطلونات الجينز هننشرها وندخل نشوف كده هنعمل ايه تاني. دخلت كده على المطبخ، طبعا احنا بنحب الفته بتاعتنا بالخل وبالثوم، فانا عملت كده شويه من الثوم قشرتهم وحمرتهم في شويه زيت وحطيت عليهم شويه ميه وشويه خل وملح وفلفل. كمان معانا هنا للتحليه دي كده شماميه كنت جايباها، ايه طبعا احنا كنا صايمين بقى والواحد يبقى ناشف، فجبت كده الشماميه الحلوه دي وهبتدي اقطع كده نصها واشيله في الثلاجه يسقع عشان بعد الفطار ان شاء الله ناكل منها كده ايه ترطب علينا. اهو كده قطعتها بالشكل ده، حطيتها في علبه وهغطيها طبعا بالغطا بتاعها واشيلها في التلاجة تسقع. وكالعاده طبعا انا نسيت اصور لكم بقى بعد ما غرفنا الفته بتاعتنا، فانا اقتبست المقطع ده من فيديو عندي بتاع الفته برضو كنت عاملاه على قناتي. الفته زي ما انتم شايفينها كده، حطينا العيش وسقسقناه كده او بليناه في الشوربه، وهننزل عليه بالرز وعليه كده الخل والثوم بالمنظر الجميل ده، عشان بس اللي يشوف المقطع ده ما يقولش ان انا مغيره المشمع اللي تحت، انا اقتبسته من قناتي برضو مش من حد غريب. الواحد بقى كان خلاص ايه فصل وريقه ناشف، احنا بقى حضرنا الاكل وحطيناه كده يدوب على اذان المغرب. وكل سنه وانتم طيبين. ده كان فطرنا النهارده سهل وبسيط كده، كانت الفته المصريه بالخل وبالثوم واللحمه بتاعتنا الجميله، وكان عندي بقى شربات ورد كده حطيته ليا انا والاولاد وبابانا طبعا، وده كان يومنا وروتيننا. وكل سنه وانتم طيبين ونعاد عليكم بألف خير يا رب،
اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. ما تنسوش من اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله.